ضيفي الآن ينضم إلي مباشرة من دبي رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في أكويتي جروب. رائد أهلا وسهلا بك، مأخر بالشغل يا رائد مثلي. رائد لنبدأ من الذهب، الذهب يقترب من مستويات 1800 دولار للأونصة، هل ترى بأنه هناك مجالات أكبر للارتفاع عن هذه المستويات التي نراها؟ طبعا لا رأي، يعني ارتفاعات الذهب التي شهدناها والتي قاربت من مستويات 1800 دولار ومن ثم عاد للتصحيح بعض الشيء خلال التعاملات اليوم هي انعكاس حقيقي أولا لضعف الثقة نوعا ما في الدولار الأمريكي، انخفاض في القدرة الشرائية للدولار الأمريكي، ارتفاع في مستويات الطلب على الملاذات الآمنة وعلى الذهب على وجه التحديد كخزان للقيمة للفترة القادمة، خصوصا أنه في عندي يعني بالقراءات الماضية آخر قراءة كانت في التقرير الصدر يوم الجمعة عن حيازات صناديق الاستثمارية للذهب ارتفعت 2.9 مليار دولار أمريكي، وهذا يعتبر سادس أكبر أسبوع بالزيادة في هذه الصناديق. هناك توجه وطلب حقيقي على الذهب بشكل كبير في الفترة الماضية مدعوم بضعف الدولار الأمريكي والتوجه نحو الذهب كخزان للقيمة. بالنسبة لمستويات 1800 أعتبرها مستويات قريبة التحقق، والأنظار تتجه إلى 1900 وصولا حتى 2200 دولار للأونصة، ممكن أن نشهدها ما بين الربع الرابع من هذا العام والربع الأول إذا بقيت الظروف تضغط بشكل أكبر من خلال فيروس كورونا ومن خلال فقدان الـ يعني نوعا ما الاستثمارات البديلة، ومع وجود الإغلاقات الجزئية للاقتصاد وتوقف عجلة الطلب بشكل عام على العديد من السلع والمنتجات، وبالتالي الاتجاه أكبر نحو السلع المقيمة بالدولار الأمريكي والتي هي خزانات للقيمة كالذهب وملاذات آمنة في نفس الوقت. لا أعتقد أنه الكرنسيز أو العملات هي مصدر للثقة في الفترة القادمة بقدر ما راح تكون عندنا السلع هي مصدر الثقة بشكل أكبر. بالتالي دعنا نتوقف بعد شيء عند الفضة، الفضة لأنه أداؤه كيف بتفسر أولا أنه أداؤه كان أفضل بكثير من الذهب، يعني ارتفاعات الفضة في الفصل الثاني تقف عند 30% تقريبا، لماذا هذا الأداء الأقوى برأيك؟ وأيضا أين ترى اتجاه لأنه في عندنا مارجن لأنه في عندنا مارجن أكبر أو فسحة أكبر أمام الفضة بالارتفاعات لم تسبق. الذهب كان يتحرك منذ قبل أزمة كورونا وكان يتحسس ويوجد الطلب الحقيقي الفعلي عليه في الفترة الماضية، بينما الفضة كان يعني لأنه في عندها مجال أكبر بالارتفاعات، هذا أولا، حساسة أكثر للقدرة الشرائية للدولار الأمريكي على وجه التحديد والتراجع الذي يحدث عليها، وحساسة أكثر لموضوع الكيو إي، وكما ذكرنا أنه في عندي مجال للارتفاعات ونتيجة زيادة الدخول أو أحجام التداول عليها بشكل غير مسبوق، ونظرا لوجود الفرصة البديلة سابقا حقيقة الآن المستثمرين يبتعدون عن كل الفرص الاستثمارية نوعا ما التي فيها مخاطرة عالية ويبحثون بشكل أكبر عن الفرص الاستثمارية ذات المخاطرة المنخفضة، لأنه لا يوجد لدي بدائل حقيقة على أرض الواقع من ناحية سندات أو من ناحية أسعار فائدة أو من ناحية الاستثمارات الخالية من المخاطر المتمثلة حقيقة إما بشراء سندات أو بأسعار الفائدة المتدنية والمنخفضة. بالتالي خزان القيمة يكون ذهب وأيضا الفضة وأيضا نتيجة الثقة بالسلع وليس بالعملات، نظرا لتوجه معظم البنوك نحو السياسات التيسيرية بشكل كبير وأسعار الفائدة المنخفضة، وبالتالي لذلك شهدنا ارتفاعات النسبية للفضة هي أعلى من ارتفاعات الذهب الذي أساسا كان يتمتع بمستويات مرتفعة قبل أزمة كورونا وهو قريب من مستويات 1500 دولار للأونصة، وساهمت يعني الجائحة بدفع أسعار الذهب ما يقارب 200 دولار بالارتفاع إلى مستويات 1600 وصولا 1700، ونحن نقترب الآن عند 1800، نتحدث عن 300 دولار تم إضافتها خلال أزمة كورونا. هي يجب الإشارة هنا أنه مكاسب الذهب منذ مطلع العام أفضل بكثير من الفضة، يعني كنا عم نتحدث فقط عن الفصل الثاني، الذهب منذ مطلع العام 17% ارتفاع، الفضة تقريبا 1% فقط من المكاسب. رائد باختصار لو سمحت دعني أنتقل إلى العملات وتحديدا الباوند، الباوند كان تعافى بشكل ملحوظ يعني عن أدنى المستويات التي سجلت بشهر مارس، يعني كان وصل إلى 1.14 الآن نتحدث عن 1.24 تقريبا، ولكن يبقى بعيد
بعيد عن المستويات اللي رأيناها اللي كانت قريبة من 1.35 قبل أشهر قليلة، أين ترى اتجاهات الاسترليني؟ يعني من المرشح بشكل كبير أن يزور مزيد من الارتفاعات في الفترة القادمة الاسترليني، وابتعد نوعا ما عن المنطقة المنخفضة، ويوجد الثقة فيه مستمدة أولا من ضعف الدولار الأمريكي بنتيجة برامج التيسير الأكبر والأقوى التي يتم اتباعها من قبل الفيدرالي الأمريكي بالمقارنة مع السياسات التيسيرية التي متبعة من القبل مركزي إنجلترا. بالتالي نحن نتحدث عن إمكانية زيارات مستويات أعلى في الفترة القادمة، خصوصا أن الجنيه المستهدف المنخفض قد لا يخدم سياسات جونسون والحكومة البريطانية فيما يتعلق بالبريكزيت، حتى لو كان هناك فصل حقيقي ما بين السياسة النقدية والسياسة المالية، ولكن بما يتعلق بمستويات الطلب الداخلية وبمستويات التضخم أعتقد سيتم الحفاظ على برنامج التيسير كما هو عليه، وبالتالي ذلك يرشح مزيد من الارتفاعات للجنيه الاسترليني لصالح أو مقابل الدولار الأمريكي الذي ممكن أن يكون تحت ضغط أكبر في الفترة القادمة، وخصوصا أنه يعني البيانات التي أظهرتها الاقتصاد البريطاني حتى الآن لا تعتبر سلبية بشكل كبير. حقيقة هناك نوع من الإيجابية التي يمكن رؤيتها، على الرغم من أنه في عندي بريكزيت وعندي قضية البريكزيت لا تزال عالقة نوعا ما في ظل يعني الضغوط أزمة كورونا على الاقتصاد العالمي ككل وليس الاقتصاد البريطاني فحسب. بالتالي مرشح لمزيد من الارتفاعات، ومستويات 1.30 قد نشهدها نتيجة الضغط في نوعا ما أحجام التداول والطلب على الجنيه الاسترليني في الفترة القادمة. رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.